خير يا أبي خير. ما في شيء يا أبي. هي الورقة جابها موظف بالعادلية وقال لي إنه ضروري توقع عليها أنت مشان تثبت ملكيتك بالبيت والفرن. يا كريم لوين؟ لوين يعني؟ عالشغل. بري عليكي، بس ما قلتي لي أي شغل؟ شغل الأرض لما شغل بدي روح اشتغل بالفاعل مثل رجال. هيك بدي ياكي. لك حبيبتي سميرة والله أنا قلبي عليكي، بس أنت يعني مغضوبة، بتحبي التعتير والبهدلة والتعب. شو بدي أعمل؟ من هالزمان الحقير يلي وصلني لهون بدي اشتغل شغل رجال بالفاعل، لانه الرجال صارت تقعد بالبيت مثل الحريم. ايوه، لا انت متعوده نرجع لنفس الاسطوانه ومن الصبح بهدلك وزفك، انقلعي من خلقتي روحي. ولك الله يخلصني الهي يا رب ويريحني. روحي من خلقتي، ينزع صباحك على هالصباح. يزبط اللي ببالي. والله سميرة لما أتركك بهالبيت ولا دقيقة واحدة. يعني عم تطمن عليه؟ معلوم اختار معلوم، عم ببعت شغيلي مهتز كل يوم جيب لهم يلي بالدنيا، أكل شرب خبز ولو يا مختار. ابري عليك، يعني عم يستفيد على الدواء اللي أعطايا الحكيم أبو محمد؟ إيه الحمد لله الحمد لله، عم يستفيد وصحته الحمد لله ألف نعمة. إيه الحمد لله. الله يرضى عليك، بتقول له لمعلمك انه بعد صلاة الظهر بدنا نروح نشق عليه انا والشيخ ابو ابراهيم. لا تنسى نوصل مختار، نوصل إيه؟ والخبزات الله يرضى عليك بعت لي اياهم مع الصبي وانا بحاسبه بالبيت. لا يا مختار، لا بلا جيبي الله يسامحك، بيوصلوك هلا بعد ساعة. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك مختار. يا معتز، معتز. ايوه ايوه جيتا. تعال الله يرضى عليك. مر عليه قوت الكياس على الفرن وبوشك على بيت المختار، تاخذوا الخبزات وما بتاخرها. يلا بامرك. يلا يرضى عليك. بسم الله. لك شو بكي؟ شو قصتك انت مع هالشاب؟ ما في شيء، بس والله بزعل عليه لانه يتيم. بس لانه يتيم ولا في شيء ثاني سميره؟ لا ما في شيء، الله يسامحك الله يسامحك. ما هو قد ولادي. قد ولادك قلتي لي؟ امشي امشي قدامي امشي. افتح تمك يا بي، ان شاء الله مجاري الهنا. شو يا بي؟ ما قلتي لي شو صار معك بالعدلية؟ شبك يا بي؟ في شي؟ لا ابدا يا بي، بس انت مبارح كنت عم بتهلوس، شكلك شايف لك منام. بجوز لك بنتي والله بجوز، لانه هذا الدواء اللي جابوا لي اياه تربخني ترمخه. ايه مزبوط يا بي، عن اذنك. لك يقبرني المعجعج. قريبي الشهر. قولي كنا تبادلنا يمكن عمره فوق 70 سنة. يعني ضروري مشوارك لك صبحية؟ ايه والله ضروري يا اختي، بيع لقمة زاد له معي حسبة وبدي اعطيهم. بعدين ما بدي اياش يوم يشوف ابوك بالصدفة ويطالبه بالمصاري، وخصوصي بعد ما عرف انه انا بنت ابو لطفي الفران. لا يومه حلوة بحق ابنه. ايه مشان هيك انا رايحة اكمل له حق القماش. طيب وش كان سأل عنك؟ خلص زهرية دبية بمعرفتك. طيب خلص ماشي. إيه ليك خلص شبه؟ خلص ماشي روحي روحي.
ايه خالي، انا خليته يبصم على الورقه مثل ما قلت لي. بصم عليها؟ هاتي فرجيني اياها. صح. تكبري عليكي، احلى صبحيه. والله انت ذكيه يا بنت اختي. ايه خالي، كيف بصمتي عليها ليلي؟ خليت اختي زهريه تسقيه من الدواء اللي جبت له اياه من عند العطار، وهذا الدواء بينيم. هو نام من هون وانا خليته يبصم عليها من هون، وفكر حاله عم يشوف منام. خالي، حدا بيعرف شيء اللي عم تحكي لي اياه؟ ابدا خالي. وزهريه اختك؟ ولا حتى اختي زهريه. ابري عليك يا خالي، انت ذكيه طالعه على خالك. المهم خالي، هاي الورقه بتضل مع امي مثل ما اتفقنا. أعوذ بالله وحياة عيونك، هي أمانة من إيدي لإيدي لأمك، حتبقى عندها أمانة حتى أبوك يولي نظرة. بعيد الشر عن قلبه خالي. لك خلص بعيد الشر عن قلبه، هاتي لشوف. سيخ خالي، أنا تأخرت صار لازم روح. إيه روحي، الله معي. بدك شي؟ سلامة قلبي. لا تنسي مثل ما قلت لي، اليوم جاي شيخ الجامع وعمي المختار مشان يشقوا على معلمي بعد صلاة الظهر. وانت رح تجي معهم؟ لا، على شو بده يجيبني؟ يعني بتلاقيها حلوة نحن الحريم الأم بالواجب؟ لا والله مو حلوة بنو، خلاص كرمالك رح بجي معهم. زهرية بحبك. شبك خجلتي؟ وانت شو؟ انطقية انطقية كرامل محمد. بحبك. بسيطة يا أبو لطفي، لكن أنا بتضربني وبتبهدلني وبتقلعني من بيتك؟ إيه. شو عليك؟ ألف الحمد لله على سلامتك يا أبو لطفي، الله يجعلها أكبر المصايب. الله يسلمك يا شيخ، الله يسلمك، إن شاء الله ما بتشوف الشر. الحمد لله على سلامتك يا أبو لطفي، شدة وبتزول وإن شاء الله بتقوم بالسلامة. إن شاء الله، إن شاء الله، الحمد لله يا رب. طيب الحمد لله. يا اللي شفناك بخير معلمي، الله وكيلك الفرن ما بسوى شيء بدونه. الله يرضى عليك يا معتز، جايتكم غالية كثير علي، إن شاء الله بنرد لكم إياها بالأفراح. ولو يا أبو لطفي، انت رجال قبضاي وسمعتك مثل مسك بالحاره، ونحن ما عم نقوم غير بالواجب، ما هيك شيخي؟ معلوم. يلا هاتي خبز. عاد ابي عاد ارتاح. ارتاح ابي ارتاح. هلا بدي ذوقك هاللقمه من ايدي. الله يسلم ايديات يا ابي. الله يسلمك يا ابي. وهي من ايدي يا ابي. هي من زهريه. ان شاء الله ريته صحه. على ابي. اشرب شاي يا اشرب. صحتين يا ابي. ان شاء الله هنا. خبزة بلاش؟ ايه معليش، مفتكرين وفرن اهاليكم يا دوات الصرماية؟ شو عليه؟ صلاة محمد؟ تعافى المعلم؟ ايه والله يا معلمي، تعافى وطلع من غرفته وصار عم يمشي على رجليه الحمد لله رب العالمين، وبإذن الله حركة يومين ثلاثة بيكون بيناتنا بالفرن. ألف الحمد لله، ألف الحمد لله، والله الخبر يتفرح. معناتها اليوم لازم نشق عليه ونقوم الواجب. كبير، من يوم يومك كبير يا معلم. وصل خبزات لبيت المختار، ناطرينك. يلا صار معلم. أوه. يا رب. سميرة، شبك الاجر على جعبك كثير. ظهري عم بيجعني، ما قدرت كمل الشغل. ايوه، انت كل يوم بدك تطلعي لك بفنيه وطنيه جديده مشان تبقي على الشغل وتعني بخلقتك كل اليوم.
ولك انت شو انت ما بتحس؟ عم بقول لك ظهري عم بيجعني، ما قدرت كمل شغلي اليوم بعتوني. لي على قلبي ان شاء الله، بعيد الشر عنك. سلك يا سميرة، يعني هذا الكلام لا بينصرف لا عند الخضري ولا عند اللحام ولا بالفرن. ولك انا لايمتى بدي ضل اصرف عليك وعلى البيت؟ لايمتى؟ لا يا سميرة عم تغلطي كتير. يا حبيبتي انت طول ما انك قاعدة عندي هون بهالبيت بدك تفرجي هالكيس وتدفعي عملة. لك انت ما بتخاف من الله؟ ولك ما عندك ضمير؟ لك ما عندك رحمة؟ ما بكفي خربت لي بيتي وطلقتني من جوزي وحرمتني شوفت اولادي ولسه قاعد؟ روح اشتغلي، روح اجيبي مصاري، روح اصرفي. لك خاف الله؟ خاف على الله. خلصتي؟ أنا معك. من اليوم أنا اللي بدي أدبر عملة وأصرف على هالبيت. تكرم عيونك التنتين. بس ما بتعرفي شو ممكن يطلع معي، إيه؟ روحي من خلقتي روحي. شو يا سيد عبدو؟ سمعت قال إنك عم توزع الخبز ببلاش. لا تكون مفتكر هذا الفرن. فرنك او فرن ابوك الله يرحمه ورطك يا. اي والله عم وزع خبز للفقره. حلوان قمت معلمي بالسلامه. خير؟ شو مشكلتك انت؟ الله يعطيك الف عافيه. مشكلتي انه بدك تفرجيني عرض كتافك. ايه ليكون الفرن فرنك مالي خبا. هاي انت قلتها بعظمه لسانك. ايه هذا الفرن فرني. خير معلمي؟ ما في. لا حول الله من امر الله. اسمع ولا معتز وقت بيحكي معلم مثل حكايتي انت مالك دور جير وبس. عتريس الله يرضى عليك، كيف بالك عنا؟ حميل حمالك وروح خد ضربة رياك وروح من الحارة. وانا عمال بقول لك فرجونا عرض كتافكن. يلا ترملوا. ليش اخي؟ ليكون فرن فرنا. الله يعطيك الف عافية. انت قلت بعظمة لسانك. هذا الفرن مزبوط كان معلمك ابو لطفي الله يشفيك، بس هلأ صار لبنات اختي. وهي ليكا الحجة باصم عليها معلمك. اقراها منيح. شو عبدو؟ مظبوط كلامي ولا في شي؟ مظبوط. ناولني اياها وخذ لي هذا الطبل وانقلعه من هون. يلا يلا درمل. خير عبدو؟ شوفي مع مين؟ احكي جبار. مع مين؟ انا قصرت بالشغل شي؟ لا عليم الله. انت معلم وبنشد الظهر فيه. لكن معلمي ليش تقلعوني من الفرن؟ يعني كنت قل لي يا معلمي، قل لي بترك لحالي. مين اللي قلعك بالفرن؟ عطريس معلمي، عطريس اللي قلعني. شو؟ مثل ما سمعت يا معلمي. وشو دخلوا عطريس لحتى يقلعك بالفرن؟ يعني قال بنتك صبحية الله يستر عليها هي اللي استغنت عن خدماتي. شو؟ وشو دخلها صبحية؟ طول بالك معلمي، لا تعصي. احكي له عبدو. عتريس هذا انت؟ يا صباح الفل والياسمين. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه انا؟ شو صاير عم تشتغل بالفرن؟ لا يا حسوني لا، بزعل منك. ها مو عتريس اللي بيشتغل اجير عند الناس، هذا الفرن صار الي ملكي. ايوه يعني ملكك ملكك. ايه طيب انا بدي خبز وبدي افهم شو اللي عم بيصير. استنيني لاجيب لك خبزاتك واحكي لك كيف صار الي. ايه يغبرني هالوش عجايب الو. هلا منشوف يا معلمي. شفت حجة البيع بعيني هي اللي بتاكل الدود والله العظيم. شو هالحكي؟
لك انا لا بعت الفرن ولا كتبت له حدا. حسبنا الله ونعم الوكيل. معناتها هذا اكيد عتريس الواطي عامل له شي عمله. معلمي انت ما لازم تسكت له بنو. معلوم ما لازم اسكت لو بغير ثيابي بس. اخي عتريس. اي اخوك عتريس. لك ليكون نزل عليه عقل الرحمن وصار يشتغل بالفرن. لك لا حبيبتي، هو قال لي انه الفرن صار له ملكه. الفرن صار له؟ من وين لوين لحتى الفرن يصير له اذا عم ياخذ مصروفه مني؟ والله شغله بتحط الاعل بالكف. طيب مو انت قلتي لي عمل عملته سودا مع بنت جوزك؟ شلون جوزك، قصدي اللي كان جوزك، رضي شغله معه؟ اخ والله ما بعرف، انا مثل حكايتي ما عم بصدق يلي عم بيصير. تفضل. والله ما بعرف. تفضل. شوفي اختي، ليشك ابوكي معصب؟ والله ما بعرف، بس من وقت ما اجى عبده ومعتز هو هيك معصب. وما سمعتي اي شيء انت؟ لا والله ما سمعت شيء. زهرية، شو كان بده عبده ومعتز؟ ما بعرف، بس سمعته من الشغلة انه بتخص خالك عتريس والفرن. ولي على عندك يا صبحية، ولي على عندك. ولي صبحية، انت شو مخبي عني؟ اه شو بدي خبي انا اختي؟ وعلى اي اساس بتقلي عبده ومعتز يا عتريس؟ اخي استغنينا عنه وعن خدماتهم يا وبصفتك شو عم تقلي عنه؟ لا الله يسامحك يا ابو لطفي. شو هاي ولا؟ بدي سامحك بصفتي انه انا صاحب هذا الفرن. صعبه لهون وصلت معك الوقاحة؟ طول بالك يا أبو لطفي. شو طول بالي يا مختار؟ مالك سمعان هالواطي شو عم يحكي؟ عم يقول إنه الفرن له. لا لا لا، الله يسامحك يا أبو لطفي، والله لأنه بمقام أبي ما رح رد عليه. عتريس، من يوم يومنا نعرف إنه الفرن لأبو لطفي، بقى شلون صار باسمك؟ شو دليلك؟ على راسي يا مختار، دليلي إنه معي الحجة اللي بموجبة باع أبو لطفي الفرن لبنته صبحية، وباعتبار أنا خالة وما لحدها هالمسكينة لا وقاعدة عندي آكلة شاربة نايمة، أنا عندي ربالي على هالفرن. تفضلوا هاي هي الحجة. أبو لطفي هاي بصمتك؟ ايه بصمتي يا مختار؟ بنتي غدرت فيني، غدرت فيني يا مختار. عليك نور يا ابو لطفي. سمعتوا يا جماعه؟ معي تكناولنا هالحجه.